السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم سيكشن في اول بلان. اول حاجه هعملها ان انا هرسم بعض العناصر على اساس لما اخد السيكشن يظهر معايا. اقول له مثلا عايز ارسم كولوم، واجي من هنا اختار شكل الكولوم وابدا اشوف عدد الاضلاع بتاعته، مثلا ثماني، الانسايد راديوس قد ايه، الانجل بتاعته قد ايه، الهاي قد ايه. اوكي، وابدا احط مثلا عمود 2 3. ممكن تيجي هنا تغير زي ما انت عايز وتدي له انجل معينه مثلا بالشكل دوت، بحيث ان هو ينزل بزاويه 22. طيب بعد كده ممكن تقول له انا عايز ارسم فلور، وتحدد اول نقطه، ثاني نقطه، ثالث نقطه، رابع نقطه، ولما تخلص دوس اسكيب وخلينا نرسم حيطه بالشكل دوت. تمام اهي، ودوس اسكيب عشان تخرج من الامر. طيب دلوقتي بقى لو خدنا سيكشن هيظهر مع الشغل، هقول له انجينيرنج. تمام، ومن رينفورسمنت هقول له انا عايز اخد سيكشن، كرييت سيكشن، اول نقطه، تاني نقطة، وبعد كده ممكن ترسم كذا نقطة مش نقطتين بس. تمام، هقول له سكيب، فيقول لي في أي اتجاه، هقول له الاتجاه دوت. عمل لي السكشن هوت وحطه لي هوت. تمام، طيب خلينا اهو مجرد ان اعمل سيلكت على الحيطة ديت، تعمل عليها سيلكت هنا. لو انا بدأت اغير فيها وليكن مثلا بالشكل دوت، هتلاقي الحيطة اتغيرت. لو انت مسكت اي عمود ولغيته هتلاقيه اتلغى هنا. فأي حاجة بترسمها بتتغير في الشغل اللي هناك زي ما انت شايف.